قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. فالغلو هلاك في كل شيء، لا تبالغ، لا تخالف السنة. قال ابن القيم عن الموسوسين: وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن استمرأ الإنسان ومشى مع الشيطان وشدد على نفسه، دخل في دائرة الموسوسين، فيتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ ولا يرى نفسه أنه على وضوء. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.